المشكلة ليست في من يخطو الخطوة الأولى عائدا إلى الاتفاق النووي مع إيران. هذا ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي. فالولايات المتحدة لا تصر على ضرورة اتخاذ طهران خطوة أولى للالتزام بالاتفاق قبل شروع واشنطن في اتخاذ إجراء، يقول المسؤول. أما المشكلة فهي في إمكانية الاتفاق على الخطوات المتبادلة، وإذا حدث واتفق الطرفان فإن التسلسل لن يعود ذا أهمية. الولايات المتحدة سبق وشددت على استعدادها للمشاركة في اجتماعات الاتفاق النووي، غير أن إيران ترفض. إنه موقف عبر عنه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مؤكدا أن الكرة في ملعب الإيرانيين. الموقف الأمريكي المؤكد على الدبلوماسية يأتي في خضم آمال أوروبية عبر عنها مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي أن واشنطن مستعدة للعودة إلى الاتفاق. التأكيدات الأمريكية والأوروبية تقابلها تصورات طهران التي كشفت عنها مصادر دبلوماسية من أن الخارجية الإيرانية سبق وقدمت اقتراحا مبدئيا يتضمن وقف التخصيب بنسبة 20% مقابل فك الحصار عن أرصدة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار. المواقف رغم تعددها في مسار الاتفاق النووي لا تشير إلى أن الأطراف المتنازعة أكملت تصوراتها بشأن ما يجب القيام به، خصوصا في ظل تضاؤل فرص حصول تقدم يذكر قبل الانتخابات الإيرانية في يونيو المقبل.